أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الصباحية من قناة نوميديا نيوز في الجزائر ونستهلها بأبرز العناوين. افتتاح أشغال الاجتماع حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل بالجزائر العاصمة وامساهل يشدد على ضرورة تعاون دولي أكبر لمكافحة الإرهاب الرئيس المالي يدعو في ختام زيارته مختلف الأطراف المالية إلى التمسك باتفاق السلم الموقع بالجزائر دوليا مقتل 150 شخصا في تحطم طائرة ألمانية جنوب فرنسا ووزير الداخلية الفرنسي يعلن العثور على الصندوق الأسود. واشنطن تعلن عن إبقاء 9800 جندي أمريكي في أفغانستان حتى نهاية العام الجاري. السلام عليكم أهلا بكم من التفاصيل. حل رئيس جمهورية زيمبابوي روبير موغابي مساء أمس الثلاثاء في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية وكان في استقبال الرئيس الزيمبابوي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد الملك سلال وأعضاء من الحكومة وتدخل هذه هي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل وإمكانية تنشيط التعاون والمبنية. المبادلات في كل الميادين وكذا دراسه المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك المرتبطه بالسلم والامن والتعاون والاندماج في افريقيا انطلقت أشغال الجمعية العامة لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل أمس بمشاركة ثلاثين بلدا أقول ومنظمة دولية وسيعكف هذا المنتدى على تقييم الوضع الأمني في الساحل ودراسة سبل التعاون وأوضح الوزير والمنتدى المكلف بشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن اجتماع الجزائر يدخل في إطار الرد الشامل الذي ينبغي أن يواجه به التهديد الإرهابي مضيفا أن حدته لم تنته. خفض على الصعيد الدولي وان الجماعات الارهابيه تتضاعف مشيرا الى انها تكسب مساحات جديده واضحت تحتل الان اراض وذكر بان كل بلدنا اليوم هدف محتمل للتهديد الارهابي والاعمال الاجراميه وان الجماعات الارهابيه لا تستثني احدا أكد الرئيس المالي إبراهيم بوباكر كايطا أمس في ختام زيارته إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام من أن اتفاق السلام الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في الجزائر من قبل مختلف الأطراف المالية يعد نموذجا للسلم والمصالحة وأضاف الرئيس المالي أن الاتفاق المتوصل إليه بالجزائر يمكن اعتباره نموذجا للمصالحة والسلم مضيفا أن بلاده ستعمل ما بوسعها للوفاء بالالتزامات الوثيقة الموقع عليها مؤكدا أنه متفائل بانضمام بقيه الاطراف الذين لم يفهموا بعد الاهميه التي يكتسيها هذا الاتفاق المتوازن مشيرا الى ان هذا الاتفاق يفتح افاقا جديده لبلاده باعاده بنائها من اجل مال ينعم بالسلام والهدوء والمصالحه أكد مدير التعليم الثانوي والتقني لوزارة التربية الوطنية عبد القادر ميسوم أمس أن 20% من المؤسسات التعليمية الثانوية على المستوى الوطني فتحت أبوابها لاستدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية وأوضح ميسوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما لا يقل عن 80% من المؤسسات التربوية تابعت الدراسة أيام الإضراب الذي شنه أو شنته نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي تدريس للقطاع الثلاثي الأطوار كناباست من السادس عشر فبراير إلى التاسع عشر مارس الجارية كشف وزير النقل عمرو لدى اشرافه على زيارة عمل وتفقد لبعض مشاريع قطاعه امس على مستوى العاصمه انه سيتم انشاء اربع محطات لوجستيه خاصه بتسيير الموانئ الجافه فضلا عن الشروع في تزويد حافلات النقل الحضري والشبه الحضري بالانترنت الاسبوع المقبل مشددا على ضروره الاعتماد على التكوين داخل المؤسسات او مؤسسات القطاع خالد زبيدي والتفاصيل المحطة الأولى من زيارة وزير النقل عمار غول كانت معاينة سير أشغال إنجاز برج المراقبة الجديد لمطار هواري بومدين حيث كشف الوزير أنه سيتم إنشاء خمسة أبراج مراقبة جديدة مزودة بأنظمة حديثة داعيا إلى دعمها بالطاقات البشرية المكونة لضمان أحسن خدمة وامتدت الزيارة لتشمل الميناء الجافة برويبا الذي من شأنه توفير أربعين ألف منصب شغل جديد وبمداخيل قدرت ب مليار دولار سنويا حيث كشف غول أنه سيتم إنشاء أربعة محطات لوجستيات خاصة بتسيير الموانئ الجافة داعيا إلى التركيز على التكوين والتأهيل في الميدان هاتي الخمس الأبراج أعطينا أمر بضرورة الانتهاء منهم من نهايه السنه كذلك اعطينا لهم امر بضروره الانطلاق في التكوين في كل التخصصات سيضاف اليها عده محطات لوجستيه عبر كل التراب الوطني في اطار كذلك ربط مع الموانئ والمطارات والسكه الحديديه وكذلك الطرق وكذلك فتح يعني مدرسه وطنيه للصيانه وخلال إشرافه على توزيع 71 حافلة تابعة للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري على المستوى الوطني، كشف وزير النقل عن الشروع في تزويد الحافلات بشبكة الأنترنت الأسبوع المقبل، كما سيتم وضع فرق أعوان تفتيش ومراقبة عبر الدراجات النارية. تجديد حظيرة لوتيزا من خلال الاقتناء التدريجي إلى حوالي 300 300 حافله جديده ان شاء الله تدريجيا سوف تدخل الى حظيره ليتيزا، خذينا قرار لاعطاء الرخصه لليتيزا كذلك بالشروع في تاطير عمليه بما يسمى يعني رخصه السياقه المهنيه. هذا واشار وزير النقل على هامش الزياره الى ان مشروع النقل البحري الحضري يتواجد في مرحله اللمسات الاخيره ليدخل حيز الخدمه الصيف المقبل. يشارك وزير الطاقة يوسف يوسف يومي الخميس والجمعة المقبلين ببرلين في ألمانيا في مؤتمر حول سياسة الانتقال الطاقوي في العالم حسب ما جاء في بيان للوزارة ويهدف هذا اللقاء المنظم من طرف الحكومة الألمانية بالاشتراك مع الرابطة الاتحادية للطاقات المتجددة وبمشاركة مسؤولين في مختلف أو من مختلف دول العالم إلى دفع التحول العالمي في سياسة الطاقة وتقديم مقترحات للقرارات السياسية المستقبلية في سوق الطاقة العالمية هذا ومن الم... منتظر ان يلتقي وزير الطاقه يوسف يوسف على هامش المؤتمر بنظيره الالماني سيغمار غابرييل حيث سيوقعان على اعلان نيه مشتركه جزائريه المانيه للشراكه الطاقويه شرع وزير الصناعه والمناجم عبد السلام بوشوارب امس الثلاثاء في زياره الى ايطاليا تدوم ثلاثه ايام بهدف بحث فرص تعزيز وتقويه الشراكه الاقتصاديه بين البلدين هذا وسيلتقي عبد السلام بوشوارب الذي يرافقه وفد يتكون من اطارات وزارته ورؤساء مؤسسات وكذا رؤساء كل من منتدى رؤساء المؤسسات والغرفه الجزائريه للتجاره والصناعه مع منظمات ارباب العمل ورجال اعمال ايطاليين على ان يتم عقد منتدى اعمال جزائري إيطالي. وحسب الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار فإن عددا من المشاريع الاستثمارية الإيطالية المسجلة بالجزائر يقدر بحوالي 26 مشروعا منها 14 مشروعا صناعيا دخل حيز الخدمة أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى خلال ندوة نظمتها يومية المجاهد أمس بمناسبة يوم الأرض تشبث الفلسطينيين بأرضهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة أسماء زنيدي حضرت الندوة وعادت بالتقرير التالي سفير دولة فلسطين بالجزائر أكد في هذه الندوة أن يوم الأرض لا يمثل رمزا فلسطينيا فحسب بل هو عربي وإنساني يعكس مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل لعمليات القتل والتهجير ومصادرة الأراضي للعدو الصهيوني عبر سنين طويلة. فالفلسطينيين منذ فترة زمنية طويلة يعانون من تطهير عرقي وقتل وتصديق ومصادرة لأراضيهم على أرضية الأرض والإنسان. كيف يتم تصفية هذا الإنسان؟ سلبه هويته؟ كيف يتم الاستيلاء على الأرض بأشكالها المختلفة؟ السفير أكد في رده على سؤال لنوميديا نيوز أن فوز نتنياهو في انتخابات الكيان الصهيوني لن يضعف أمل الفلسطينيين في قيام دولة مستقلة تيجي حكومة أو تيجي تذهب حكومة آلياتنا النضالية تعاطينا مع المسائل ستتم على أرضية الواقع تختلف الآليات تختلف الوسائل ولا تختلف القناعات من جانبه صرح سفير مصر عمر ابو عيش ان مصر ماضيه في دعم الشعب الفلسطيني، سيما وان مصر حريصه على الوقوف الى جانب القضيه الفلسطينيه بصفه دائمه. حاليا احنا بندعم طبعا وما زلنا يعني ندعم الجانب الفلسطيني بكل ما نستطيع لان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المحوريه للدول العربيه ككل وهي ايضا قضيه محوريه بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه. وان شاء الله سيطرح الموضوع الخاص بفلسطين القضيه الفلسطينيه علي القمه القادمه في شرم الشيخ بنفس القوه التي اعتدنا عليها لان هي ما زالت القضيه المحوريه رغم كل ما يعتري الوطن العربي من مشكلات اخرى هذا ويحيي الفلسطينيون يوم الثلاثين من مارس من كل عام يوم الأرض تعبيرا عن تشبثهم بأرضهم وقضيتهم العادلة رغم غطرسة الصهاينة وانحياز المجتمع الدولي للكيان العبرية المصطنع في الشأن الفلسطيني دائما أعلن أمس مندوب الجزائر لدى الجامعات العربية سفير نذير العرباوي عن تسديد الجزائر مبلغ 52 مليون و800 ألف دولار أمريكي لدعم موازنة دولة فلسطين وقال العرباوي خلال اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة العربية والمنعقد في شرم الشيخ المصرية إن هذا المبلغ يأتي في إطار مساهمة الجزائر في ميزانية السلطة أقول وتكون الجزائر بذلك أوفت بالتزاماتها دعما للقضية الفلسطينية. الفلسطينية ووقوفها التام والمستمر مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة في ليبيا قتل سبعة عسكريين ليبيين من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصيب 12 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف أمس نقطة تفتيش في مدينة بنغازي شرق البلاد بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ليبية وقال المتحدث باسم القوات الخاصة والصاعقة العقيد ميلود الزوي لوكالة فرانس براس أن سبعة جنود قتلوا بينما أصيب عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش للجيش في منطقة الليثي على الطريق المؤدية للمطار جنوب وسط مدينة بنغازي على بعد حوالي ألف كيلومتر شرق طرابلس في ليبيا دائما قدمت بعثة الأمم المتحدة جملة من الاقتراحات كخريطة طريق لحل الأزمة المستفحلة في ليبيا ستشمل تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة إلى جانب حكومة وحدة وطنية وبرلمان موحد وذلك ضمن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة واستفتاء على الدستور وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس براس نسخة منها وصدر بعد زيارة قام بها رئيسها دي ليون إلى طبرق وطلع. أن هذه الأفكار جاءت في أعقاب أسابيع من النقاشات مع كافة الأطراف وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور وشددت البعثة على أن هذه الأفكار التي ذكرت أنها ليبيا لا تهدف إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد عليها وهذا قصد تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة إلى جانب مجلس للنواب وبالذي يعد الهيئة التشريعية التي تمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع. أكد وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازانوف أنه تم العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة أو بطائرة شركة جيرمان وينز الألمانية التي سقطت في جبال الألب الفرنسية مما أسفر عن مقتل 150 شخصا كانوا على متنها وقال كازانوف أنه سيتم تسليم الصندوق إلى جهات التحقيق وكانت الطائرة الألمانية من نوع أرباس تحطمت أمس في جنوب شرق فرنسا بعد أن اختفت من على شاشات الرادار قرابة الساعة الحادية عشر بت توقيت المحلي وهي في طريقها من برشلونة إلى مدينة دورسدورف دورف الألمانية في رحلة عادية لها مما أدى إلى مقتل 150 راكبا كانوا على متنها أعلنت الولايات المتحدة وأفغانستان في بيان مشترك لهما أمس إثر لقاء بين الرئيسين باراك أوباما وأشرف غاني أن واشنطن ستبقي نحو 9800 جندي أمريكي في أفغانستان حتى نهاية العام الجاري مجددة تأكيدها على الانسحاب الكامل من أفغانستان نهاية 2016 مع الإبقاء على وجود عسكري فقط بالسفارة الأمريكية في كابول بحلول نهاية 2016 بحسب البيت الأبيض وقال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع أشرف غني أن هذا القرار يعكس شراكة الرمية إلى جعل أفغانستان مكانا أكثر أمنا بهدف منع استخدام هذا البلد لشن هجمات إرهابية ختام جولتنا الإخبارية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح أشغال الاجتماع حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل بالجزائر العاصمة وأمساها يشدد على ضرورة تعاون دولي أكبر لمكافحة الإرهاب الرئيس المالي يدعو في ختام زيارته إلى الجزائر مختلف الأطراف المالية إلى التمسك باتفاق السلم الموقع بالجزائر دوليا مقتل 150 شخصا في تحطم طائرة ألمانية جنوب فرنسا ووزير الخارجي أو وزير الداخلية الفرنسي يعلن العثور على الصندوق الأسود واشنطن تعلن عن إبقاء 9800 جندي أمريكي في أفغانستان حتى نهاية العام الجاري شكرا على حسن المتابعة والإصغاء السلام عليكم ورحمة الله